السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدريب طلبة الجدارات تم قسم التدريب التكييف على عملية اللحاح بالبندق. اللحام بتتم الاستواء بالبندق. دي طبعا ماكينة لحام بورطة، ماشي؟ تحط القطعتين على بعض بالشكل ده وتبدأ تعمل عملية الضغط. ماشي؟ وتبدأ تعمل بندق فني. تبدأ تنفذ هذا التمرين. كل واحد يشوف التليفون بتاعه. طلبة أثناء عملية اللحام بالبلطة، ماشي؟ ما تطولش على المكنة، ارفع. اوكي، بقى اللي بعدها اللي بعدها، ماشي. واحد تاني بعده، اظبط قطعتين الصاق، ماشي. اعدل كده، يلا اظبط ايدك. ثواني كده، امسك كده حبيبي، دي واحدة لحمت، ماشي. طيب ده لحام البنطة قام بيه الطالب. طبعا وانت بتلحم تحاول تكون اللحام في خط مستقيم، ما يكونش ايه بالشكل ده، يعني بنطة ورا بنطة ورا بنطة، تمام. يبقى احدى انواع اللحامات او احد انواع اللحامات اللي احنا بنستخدمها في لحام الصاج ووصل المعادن، وممكن تستخدم في عمليات الضغط المركزي، ماشي. لحام عن طريق ماكينة البنطة. اوكي، ارفع يا رجلك، ماشي. الخط مستقيم، ماشي. اللي بعدها ماشي، يلا اللي بعده، يلا اعدل الصاج في خط مستقيم، الاثنين على بعض، القطعتين على بعض، يلا اللي بعدها، النقطة اللي بعدها، بعدها وريني كده اللي لحمته. اللحام جميل كويس، بس حاول ما توسعش المسافات بينها وبين بعضها كده، تكون المسافات واحدة، ماشي. يلا خد اللي بعدها، تمام. طبعا لازم يكون الصاج نظيف، ما يكونش عليه اي نسبة زيوت او اوساخ او اي دهانات، عشان يتم عملية اللحام بالبنطة بشكل صحيح. لو الصاج مدهون او معزول او عليه زيوت، المكنة مش هتلحم. طبعا دول قطبي اللحام بتوع المكنة زي ما احنا شايفين، ماشي. وادي المكنة، اتفضل. دي على فكرة ممكن عن طريقها، اللي بعده، يلا اضغط اضغط جامد، ايوه اضغط جامد، ارفع، ماشي بالراحه. اللي بعدها تمام،
بهدل نفسك. يلا وريني اللحام كده. ماشي تمام. الجاية هنا. اضبط اللحام في خط مستقيم. ثواني يا شباب. اللحام بتاعك يكون في خط مستقيم. ماشي. تمام. دي كده طالعه بره اللحام اهي. لا اللحام يكون على المكنه كده. وعايزنا كده دي واحده اهي. دي كده انزل بدي. ثواني ثواني. ثواني. لا مش بره كده. اهو كده. ثواني. ماشي عليها بالظبط. يبقى ماسكه الاثنين. يبقى شايف من هنا يعني الحتات وشايف من هنا في النص بحيث تبقى ماسك الساقين. انت كده لحم في ناحيه واحده بس. دول كده غلط. يعني كده كده تبقى انت خارج التقييم لو استمريت بالشكل ده. يعني اعملها دلوقتي يعني. تمشي عليها على نفس الخط ده مستقيم. ماشي اوكي. يلا وريني. انزل. ايوه اوري كده. تمام ماشي كمل. امشي على الخط ليه؟ ماشي على الخط حتى نفسه. يا اما على الخط نفسه يا اما ايه ماسك الساقتين مع بعض. يلا. طبعا دي بتستخدم في لحام نقاط التلامس. ايوه كده ماشي. نقاط التلامس بتاعت البلاتين بتاع الترموستات بتاع المفاتيح ده اللي بيتلحم بيه نقاط التلامس. يبقى اللحام عن طريق ماكينه اللحام بالبنطه او بالنقطه كما يطلق عليها البعض. عن طريق اللحام بالبنطه. ابدا اضغطها. اللي بعدها في خط متوازي مستقيم. خط مستقيم. كمان واحدة. وريني كده اللي انت لحمتها كده. تمام ماشي. يبقى اللحام عندي ده دلوقتي بستخدمه في ايه؟ في وصل المعادن قطعتين من الصاج عن طريق اللحام بماكينة البنطة زي ما احنا شايفين كده. ماشي. ومن خلال اللحام بالماكينة دي لحامة اللحام بالبنطة بلحم بيها نقاط التلامس اللي هي موجودة في الترموستات في الابلاتين في البلاتين اللي هو البلاتين ده. ماشي. او في الكونتاكتور او في المفاتيح الكهربائيه. ماشي كمل. يلا الحال انا مش هصور. اظبط ايديك. فين الخوذه بتاعتك؟ اظبط على خط مستقيم. ايوه كده. ارفع ايدك. اللي بعدها. انت دلوقتي بتعمل عمليه لحام بايه؟ بالبنطه. بالبنطه بماكينه لحام بالبنطه او النقطه. تمام. اضغط كويس على خط مستقيم. وريني التمرين بتاعك كده. تمام ماشي. اللي بعده. اضغط. يلا اشتغل. اضغط جامد. اللي بعدها. يلا حبيبي.